السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستعرض أداة جبارة مجانية هتخليك تتحكم بجهاز الكمبيوتر بتاعك من قائمة كليك يمين. لو حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، أرجو إن أنت طبعا تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. لو حضرتك بصيت كده معايا على اللي هو الماوس بتاعي وبيتحرك على سطح المكتب، انا دلوقتي هضغط على قائمة كليك يمين في الماوس بتاعي. لاحظ لحضرتك هتشوف زي ما حضرتك شايف كده، انا ضفت مجموعة من الادوات في قائمة كليك يمين. دي بتسهل لي استخدامي للكمبيوتر وفي نفس الوقت بتخليني استغل كل الوقت بتاعي. يعني على سبيل المثال انا ممكن ادخل على طول على اللي هو السي ام دي من قائمة كليك يمين، لو ضغطت عليها يفتح معايا السي ام دي زي ما حضرتك شايف كده. هبدأ استعرض معاك بعض الحاجات اللي موجودة في هذه الأداة. طيب لو انا رحت عند حاجة اسمها الأدوات، هبدأ احذف حاجة اسمها الملفات المؤقتة اللي ممكن تكون بتبطئ جهاز الكمبيوتر بتاعي من قائمة كليك يمين. هضغط عليها كده، انا حذفت هذه الملفات المؤقتة. طب لو ضغطت مرة تانية اروح برضو على باقي الأدوات. طيب افرض ان انت قاعد بتشتغل على جهاز الكمبيوتر بتاعك وجهاز الكمبيوتر بتاعك هنج، فبنعمل حاجة اسمها إعادة تشغيل ويندوز اكسبلورر. ده بيخلي التهنيج يروح. انا لو ضغطت عليه هتلاقي الجهاز بتاعي هي زي ما يكون طفى وولع. هو ما طفاش ولا ولع ولا حاجه، هو بيعمل اعاده تشغيل لكل البرامج اللي كانت موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعي بحيث ان عمليه التهنيج دي تختفي، وهتلاقي البرامج بتاعتك رجعت مره ثانيه شغاله. طب لو ضغطت مره ثانيه على كليك يمين، تمام، هتلاقي في حاجه اسمها انعاش الذاكره. يعني ايه انعاش الذاكره ده؟ لو انت حسيت ان الذاكره بتاع الجهاز بتاعك مستهلكه وحاسس ببطء في التطبيقات اللي انت شغال عليها، تضغط على انعاش الذاكره فبيبدا يعمل لك ريفرش للذاكره، بيمسح الملفات اللي هي المؤقته اللي كانت موجوده على الذاكره بتاع جهاز الكمبيوتر. طيب لو انا استعرضت باقي الادوات، هدخل هنا لو حبيت ان انا ادخل على طول على حاجه اسمها اداره الكمبيوتر، اضغط عليها اقول له نعم، هتفتح معايا اداره الكمبيوتر. تمام، ممكن اوصل على طول على حاجه اسمها اداره الاجهزه اللي هي بتشوف كل القطع اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لو في قطعه مش متعرفه ممكن اروح على طول على حاجه اسمها اداره الاقراص. تمام كده، هو بتشوف كل الاقراص بتاع التخزين اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك. يبقى معنى كده ان الموضوع ده بيسهل لي وبيسرع في عمليه استخدام جهاز الكمبيوتر. طيب لو رحت مره ثانيه عند باقي الادوات، ممكن ادخل من هنا على طول على حاجه اسمها محرر الريجستري. تمام، لو انت حابب تعمل عمليه تعديل في ملفات الريجستري بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب باقي الادوات لو انا برضو ضغطت كليك يمين، ممكن ادخل على طول على حاجه اللي هو امر الرن. لو انت حابب تنفذ اوامر من الرن بدل ما تقعد تكتب او تضغط على مفتاح اللي هو الويندوز مع حرف الار عشان تدخل على الرن، لا على طول من كليك يمين. طيب باقي الادوات ايه؟ ممكن ادخل على طول على حاجه اسمها اداه القص. لو انا عايز اخد لقطه لشاشه الجهاز الكمبيوتر بتاعي، انا هختار هنا شكل اللقطه، هاخد مثلا هنا ملء الشاشه. تمام كده اهوت، خدت انا اللقطه اهو، هبدا اضغط على اللي هو حفظ، هبدا احفظها انا افترض على سطح المكتب. تمام كده، فانا كده خدت لقطه لسطح المكتب بتاعي وحفظتها، هفتحها واريها لحضرتك. تمام كده، زي ما حضرتك شايف كده هتفتح معايا دلوقتي، انا خدت كده لقطه لسطح المكتب بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي من كليك يمين. طيب باقي الادوات ايه؟ لو انا حبيت ادخل على طول على عمليه حذف لاي برنامج، هروح ضاغط هنا، هتفتح معايا على طول قائمه البرامج اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر، هختار اي برنامج انا عايز اقوم بالغاء تثبيته، كل ده عن طريق قائمه كليك يمين. طيب ايه كمان؟ لو انا حابب ادخل على لوحه التحكم، تمام، هفتحها برده من كليك يمين. يعني الموضوع حاجه جباره كده بتخليك تتحكم في جهاز الكمبيوتر بتاعك من قائمة كليك يمين بدل ما تضيع وقت. طب لو انا عايز افضي سلة المحذوفات، تضغط على افراغ سلة المحذوفات، لاحظ كل الحاجات اللي في سلة المحذوفات تم حذفها. طيب ايه الخيارات التانية برضو اللي موجودة اللي هي خيارات ايقاف جهاز الكمبيوتر بتاعك؟ هنا هيظهر لك اللي هو تسجيل الخروج من الجهاز، ان انت تعمل الجهاز في وضع السكون. طيب ان انا عايز اعمل عملية اثبات، اعمل عملية اعادة تشغيل، ايقاف جهاز الكمبيوتر، ايقاف جهاز الكمبيوتر بالقوة لو كان جهاز الكمبيوتر بتاعك بتحاول ان انت تطفيه ومش عايز. طيب او ان انت تظهر قائمة ايقاف جهاز الكمبيوتر على سطح المكتب. لو انا ضغطت على الخيار الاولاني زي ما حضرتك شايف كده هيظهر معايا الخيار ده في اللي هو تبديل المستخدم، تسجيل خروج سكون، ايقاف تشغيل، اعادة تشغيل. هتختار اللي انت عايزه، تضغط على موافق وتعمل الحاجة اللي انت حاببها. طيب معنى كده ان الاداة دي بتخليك تتحكم بمنتهى البساطة والسهولة في جهاز الكمبيوتر بتاعك بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر بتاعك.
بدل ما تعمل خطوات كتير، يبقى بتسرع عليك الموضوع. طيب نيجي بقى هنحملها مع بعض ازاي. كل اللي انت هتعمله هتاخد الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف، هتنسخه زي ما انا بعمل كده، تاخده نسخ، بعد كده تفتح المتصفح بتاعك وتضع الرابط في خانة البحث اللي فوق، تضغط على انتر، هتفتح معاك الصفحة بتاع الأداة. هنزل تحت طبعا على عملية التحميل مباشرة زي ما حضرتك شايف كده معايا. هننزل هنا طبعا بيستعرض ليك كل الخيارات اللي موجودة فيها، تمام. هتضغط على طول على داونلود، هتقول له كلوز، هتبدأ تظهر معاك على طول عملية التحميل بتاع الأداة، لحظات بسيطة لحد ما تظهر معايا زي ما حضرتك شايف كده. ظهرت هي الأداة طبعا حوالي 1.5 ميجا. أحلى حاجة في الأداة ديت إنها نسخة محمولة، يعني إيه؟ يعني مش محتاج إن أنت تسطبها على جهاز الكمبيوتر بتاعك. هضغط على فتح للفولدر اللي تم فيه التحميل، تمام كده. هي دي الأداة، هاخدها هنا قص، حطها على سطح المكتب، هعمل لها لصق، تمام. زي ما حضرتك شايف كده هو ملف مضغوط، هفك الضغط عن الملف، هقول استخراج إلى هنا، هتظهر معايا الأداة بالصورة ديت. هضغط على فتح للملف اللي هو فايل، عفوا هرجع لورا. هنا عندي هكبر بس لحضرتك العرض عشان تشوفه، هلاقي عندي في ايقونتين، صغرها شوية. في ايقونة اللي هي موجودة عليها 64 بت، وفي ايقونة عادية مش مكتوب عليها. لو الجهاز بتاعك 64 بت هتشغل من هنا، ولو الجهاز بتاعك 32 بت هتشغل من هنا. طيب انا الجهاز بتاعي 64، هضغط عليها، هي ضغطة واحدة بس هتفتح معاك، اقول له نعم، هنتظر. فتحت معايا بالصورة ديت زي ما حضرتك شايف كده. طبعا انا همسح كل الحاجات بقى اللي موجودة، تمام. هي تظهر معاك كده فاضية، تبدأ انت حضرتك الحاجات اللي انت محتاج تحددها انها تبقى موجودة في كليك يمين، تعمل عليها علامة سيلكت، تمام كده اهوت. هنا مثلا هختار كده، انت الحاجات اللي انت عايزها تختارها، تمام. نبدأ نعلم مثلا كل الحاجات ديت، أداة القص، تمام. هاجي مثلا عند اللي هي إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر من كليك يمين، تبدأ تعلم على كل اللي أنت محتاجه، تمام. ممكن تعلم على كله، ممكن تعلم بس على اللي أنت محتاجه. طيب عشان تنشطها وتخليها موجودة في كليك يمين، بص لاحظ حضرتك تابع معايا دلوقتي، قايمة كليك يمين عادية يعني ما فيهاش أي حاجة، فاضية. طيب عشان تفعل الخيار ده تيجي عند علامة الزائد الموجودة باللون الأخضر، تضغط، تمام. ارجع بقى بص على قائمة كليك يمين، هتلاقي الحاجات اللي انت اخترتها اتضافت زي ما حضرتك شايف كده، اتضافت لقائمة كليك يمين. هبعد شوية عشان اوريها لحضرتك. زي ما حضرتك شايف كده كل الأدوات اتضافت. طب لو انت حبيت تتراجع عن الخيارات بتاعتك دي وترجع قائمة كليك يمين لمكانها الطبيعي، هتاخد اللي هو شكل الماوس واللي موجود عليه علامة دايرة حمراء، تضغط، تمام كده اهوت. تقفل الأداة بتاعتك، ترجع قائمة كليك يمين بتاعتك زي ما كانت. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.